25/1/2020 عودة المظاهرات إلى فلكة البحرية، سيطرة على شارع الأندلس، سيطرة كاملة من قبل المتظاهرين. هذا شارع الأندلس. بعد فضل الاعتصام البارحة اليوم عادوا العصر وسيطروا على فلكة البحرية المتظاهرين وزاحوا قوات الصدمة، والآن شارع الأندلس بالكامل إلى باتجاه العسكري مغلق بالإطارات المشتعلة. I'm going to go to the hospital.